هنا تنبيه، وهو الإمام سينصرف بعد قول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينصرف إلى المأمومين. بعض المأمومين لما يرى الإمام ينصرف إلى الجماعة إلى المصلين ينصرف من جهة اليسار يشنع، يعني كأن هذه القبلة، كمثال القبلة خلفي، كأن هذه القبلة، هو انتهى من الصلاة، يعني هو سيلتفت إلى المصلين، التفت من جهة اليسار الإمام، بعضهم يشنع، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعضهم يقول لماذا لا تنصرف إلينا بوجهك من جهة اليمين؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف كثيرا عن يساره، هذا في الصحيحين، هذا من حديث ابن مسعود. حديث أنس في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يمينه، فإذن ابن مسعود يقول عن يساره وأنس يقول عن يمينه، وكل منهم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في السنن في حديث قبيصة بن هلب كان ينصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شقي، يعني عن جانبيه، مرة هكذا مرة هكذا، يعني لو أن الإمام انصرف إلى جماعة المسجد من جهة اليمين من جهة اليسار الأمر في ذلك واسع، فكل هذا سنة، بل يطبق الإمام هذه السنة مرة هكذا ومرة هكذا.